السلام عليكم الخوت، كي داير؟ لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال والصحه جيده. اليوم القصه ديال اليوم كتعلق باخطر سجين كان في السجن المدني بمدينه سلا، الزاكي، بما يسمى الزاكي. فديك الحقبه كنت انا تما كاينه. المهم الخوت، اليوم غادي نعاودوا القصة، نبداو على بركة الله. قصتنا اليوم على بن عيسى، بن عيسى المسمى بالخنفوري. وما أدراك ما الخنفوري؟ المهم الخوت، اليوم غنتكلمو شوية بعدا على الأحداث اللي كانوا برا، وعاد غنتكلمو على الأحداث اللي كان في السجن الداخل. هاد الخنفوري الخوت شنو كان تيدير على برا؟ كان من اخطر المجرمين، وكان تيدير واحد الحوايج سبيسيال خاصين. ما هما؟ كان كيدخل كيدرم على الاعراس، كان معروف بهاد القضيه هادي. فيما تيكون شي عرس ديال الزواج، كيجبو العصابه ديالو، كياخذوا العروسه وهي بارزه حتى الزوج ديالها. شي واحد ما كان كيهضر ولا كان كيقدر يحرك ساكن، حيت كان هو خطير بزاف الخوت. خطير، راه تسمعوا خطير، راكم عارفين شنو تعني كلمه خطير. خطير جدا. كان تيدخل العرس تيهز الفتاه اللي هي مقبله على الزواج في العرس ديالها، كيهزها فوق كتافو برابعه، تيهبطو لواحد الغابه. وديك الغابة كانوا بحال ساكنين فيها دوك العصابة، كانوا عندهم شي عشاش وهادي، ولكن ما تقدر هبط عندهم حتى شي واحد، لا ناس دارك ملكي لا والو، بحكم سيدي قاسم بحال قرية تتكون فيها جندارم الدرك الملكي، ما تكونش فيها بوليس او الضابطة القضائية. المهم الخوت، كانت هبط فتاة لهذيك البلاصة في الغابة، ما تيقدر يتبعو حتى شي واحد، لا من اهل الزوجه لا من اهل الزوج لا الناس الحاضرين. البلوتوث ديفايس از ريدي تو بير. المهم الخوت، كان تيهبط هذيك الزوجه ولا ديك الانسانه المقبله على الزواج، كيهبط على ديك الغابه كما قلت لكم، كيتعدى عليها جنسيا، ما كيضربهاش ولا شي حاجه، كيتعدى عليها جنسيا. كتبقى معاه تما واحد الخمس ايام ولا اربع ايام ولا ست ايام، الناس تيمشيو ولا بريغات جوندارم تيديكلاري و تيقدمو بلاغ بان راه الخنفوري هادي هما عارفين، ولكن ميقدروش يهبطو ليه تما. كاينه كانو عندو زويجات تيضرب بالسلاح، كان عندهم الاسلحه البيضاء من النوع الكبير. المهم الخوت، دائما على ديك الحاله تقريبا دا شي خمسه العرائس ولا سته العرائس من العرس ديالهم كما قلت لكم. المهم الخوت، الناس ما بقاوش يقدروا يديروا العرس في الغرب سيدي قاسم بالضبط، ما بقاوش يقدروا يديروا العرس. اللي عندها شي عرس تدير خطوبه ولا هادي خطوبه رسميه ما بين الاهل والاحباب، هادي تي الراجل تيدي عروسو بحكم ما تيطراو بزاف ديال الاحداث ديال هذوك العرائس، شي خمسه ولا سته. المهم الخوت، كان تيدير واحد الحاجه اخرى، كان تيدير حواجز امنيه مزيفه، عندهم هذوك بحال لي باريال اللي فيهم الليموني وهادي، تيديروا حواجز امنيه بحال دارك ملكي تيديروها في الطريق ما بين سوق الاربعه والطريق اللي تتأدي للشمال. شدو شحال ديال الضواحي بزاف اللي شدوهم، الناس الطوموبيلات تيجي وتلقاو حواجز امنيه تيوقفو اذا بهم كيتفاجئوا عصابه كتجي، لا معاهم انثى ولا زوجه ولا صديقه ولا كيديوها، كيتعدى عليها جنسيا عاد تيطلقوها، تيديو مدخرات ماليه اي حاجه كاينه تما كاينه. الى السائق بغى يتعنف ولا شي حاجه كيضربوه، ما دار حتى شي حاجه، ما كيقيسوه ما حتى شي حاجه.
مو مرخوش بقى على ديك الحالة واحد مدة طويلة. كما بغيت نقول لكم مرخوش جعل واحد الرعب في ذوك الساكنة ديال سوق الأربعة والحد بالقصيري وسيدي قاسم. هذيك لا ريجيو كاملة كانت تتعرف البطش ديال بن عيسى المسمى بالخنفوري. المهم بقى واحد المدة ما هي بقصيرة، الاغتصاب، السطو المسلح بالأسلحة البيضاء على السيارات، كما قلت لكم الخوت تيديروا حواجز أمنية مزيفة، عندهم دوك الحواجز الليمونيين ودوك اللي عند الجندارم. وتخيلوا معايا الخوت تيكونوا الجندارم في هذيك البلاصة وكيشوفوه في عين المكان وما كيقدرش شي واحد يقرب ليه. كانوا معاه واحد تقريبا واحد 20 فرد او 25 فرد من العصابة ديالو، وكانوا من اخطر المجرمين. يعني بنادم بحال قلتو ما كيخاف من حتى شي حاجة، ما كيخافوا لا من سلاح لا من حتى شي حاجة. صافي هما جماعة تيديروا داك الحاجز الامني في الشانطي، كما تتعرفوا الطريق ديال السوق الاربعاء جناب ديال الشانطي راه تيكون الزرع او الليمون، كما تتعرفوا مدينه الغرب معروفه بشجر الليمون. ولي سبق لي دازت من هذيك الطريق، راه ديك الطريق كامله في جناب سيدي سليمان سيدي قاسم حتى سوق الاربعاء وزيد، كامله جناب الشانطي كامله شتائل الليمون، شجر الليمون. وتكون دوك الشجر مغطين على 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 بنادم الشانطي. ها هو تيديروا مثلا حواجز امنيه، تيوقف واحد ولا جوج من البعيد، صافي تتم جاي الطوموبيل كاين حاجز امني، ما عندهاش منين غدوز كاع، كاين دوك الحواجز الامنيه تيكونوا هما نص من هاد الجهه نص من هاد الجهه من مورا الاشجار. تيوقف الطوموبيل تيخرجوا ليه عندهم جويجات، عندهم اسلحه بيضاء من النوع الكبير، تيخرجوا بلا ما تيشوف تقريبا قوم رب العالمين جاي، ما هو واحد ما هو جوج ما هو خمسه ما هو عشره. صافي تيستسلم الامر ديالو، تعطيهم الهواتف الفلوس اللي عنده كامله، كانت زوجه او صديقه كما قلت لكم كديوا كيتعداو عليها جنسيا. مهم دازت الاحداث ولات الشكايات بزاف ولاو عند الجندارم. كما قلت لكم الخوت هذيك منطقه قرويه غير مأهوله، فيها اي جندارم، تتقدموا شكاوي بزاف من غير هادو ديال الاعراس اللي قلت لكم الخوت تيجي حتى العرس. تخيلوا معايا خوتي انسان جي حتى العرس، والعرس فيه تقريبا 60 واحد ولا 100 واحد ولا اكثر، تيجيو تيدخلوا عصابه تيمشي نيشان كيهز العروسه بحال هكا برابعه. هو تبارك الله راه صحيح تبارك الله، انا غنخلي لكم الصوره ديالو. صحيح تبارك الله خوتي، كنعتذر على الفريخات، راني طالقهم راه ما تيبان لكم تيدوزو. عندي واحد الفريخات من نوع الكنار تيتساراو تيدورو، راه غايبان لكم دابا تيدوزو من قدام الكاميرا خوت، عفوا سمحوا لينا. المهم الخوت كما قلت لكم الشكاوي والبلاغات كثروا بزاف، تقريبا شي 60 شكايه ولا 70 شكايه ديال الاغتصاب، فيها السطو المسلح، فيها الحواجز الامنيه في الطريق، فيها عاوتاني الناس اللي تيكونوا غاديين للسوق الاربعاء، تكونوا غاديين بالمواشي ديالهم، كيدير لهم العجل البقراتور اللي كان في الطريق وتيشريوهم عندهم الناس حتى هما بحكم الخوف ديالو. نعاود لكم واحد الطريفه الخوت وقعت ليه، واحد المراه مسكينه، مراه مسنه، كانت غادا بواحد العجيل غادا بيه للسوق، جاره من دير عليه بحال الجام، جاره وغادي، هو يوقف عليها ويتقول لها وليدي عافاك وليدي فوتني هاد الغابه هادي، الله يسهل عليك، راني كنخاف من هذاك الخنفوري والعصابه ديالو، وانا ما عنديش دابا وخصني واحد التعديلات في الموتور ديال البير، وحيدت العجيل من وسط
من وسط القاطيع وعزيز عليا هذا العجيل باقي صغير، ولكن حكم الظروف وهذه غندي نبيع العجيل في السوق باش نصايب واحد الاعطال ديال الموتور ديال الماء اللي شي جبد الماء من البير. هو راه هو الخلف فوري ويقول له امي يمشي ما تخافي ما تشي شي حاجه، وجر مع هذاك العجيل تا قرب للسوق وقال لها انت امي يمشي وصلتي دابا، قالت لي وصلت الله يرضى عليك يا ولدي، قال لها امي يمشي انا هو الخلف فوري. المرات بهدات مسكينه قالت لي وليدي اسمح لي انا ما تصحابنيش انت المهم هذه تعرف اخوتي. ممكن ما قلت لكم الشكاوي والبلاغات ولاو بزاف بزاف، وصلوا شكايات لاقصى حد. يعني هنا غيدخلوا السلطات ديال قنيطره ديال الامن لاباك، وصلت الوكيل الملك يعني السيط ديالو ساح في ديك المنطقه، الباتش ديالو اللي كيتزاول لدوك الناس. شكون اللي غادي يوقفوا عند حدو؟ ولا يوقفوا عند حدو ماشي دوك الناس اللي تما كاينه، الشكاوي ديال الناس اللي جايين في طريق لوتوروت اللي كيحبسهم، الناس السلاويه الرباطيين طنجاوه قنيطريين فواسا، هذوك هما اللي كيقدموا البلاغات يعني في المدينه ديالو. تتوقع لي مثلا في سوق الاربع هو في طنجه تيقدم بلاغ في طنجه، في السلات يقدم في السلات، في مكناس الى اخره، تقواو الشكاوي بزاف صافي. وما يطوقوا واحد النار جاو لاباقات بزاف من السلاب بتعاون مع رجال الامن ديال سلا وقنيطره فاس مكناس، بزاف ديال الامن اللي تعاون فهاديك القضيه باش غادي يشدوا الخنفوري، حيت هو راه تيعرفوه الناس الباتش ديالو بزاف، عنده كما قلت لكم اخوتي عنده دوك الجويجات ديال الصيد، عنده بزاف تيسطو على بنادم لدارو تيدير دوك الجويجات بزاف عندهم. هاد الأسلحة البيضاء وهادي ممكن يبدا يدابز مع السلطات بديك الأسلحة، وبحكم ديك التضاريس ودوك الشعوب اللي كاينين في هذيك المنطقة اللي فيها في هذيك الغابة، يصعب بزاف باش يهبطوا الناس، مثلا يصعب يهبطوا الناس السلطات أو الناس الدرك الملكي، يعني بحال تهبط عند بنادم مكشوف، نتا مكشوف هو لا. يعني كاينه بحال واحد الهبطه والشعبه والاشجار بزاف هذيك البلاصه اللي كانت كتوري الانظار على المجرمين. هذيك الشيء علاش الناس الجندار ما كانوش يقدروا يهبطوا، حيت هبطوا وتهددوا ودرموا عليهم بالاسلحه وهذه وهربوا. المهم كون واحد الفريق كبير كبير جدا من رجال الامن ولا باقات ديال سلا وقنيطره وفاس ومكناس، داروا تعاون مع بعضياتهم باش يتم القبض على هاد العصابة هادي. المهم الخوت تيديروا هاد المبادرة بيناتهم لهاد العصابة اللي هي خطيرة جدا، وكيهبط واحد الكم هائل هائل كثيرا من رجال السلطة ورجال الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني، منهم لاباقات للناس مؤهلة العصابات لاباك كريمينال الجرائم الخطيره، ناس تبارك الله صحاح وهادي مهم بزاف ديال الناس صافي. هما يتقفوا الخطر الاثار ديالهم، شدوا في الاول شي 12 واحد ولا 13 وبداو شي بحال بداو شي تنقصوا منهم بشويه 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 بشويه، تبقى هو تحت التهديد بالسلاح، قاومهم وتيره من هذوك السلاح اللي عنده هو وهرب وبزاف. المهم حاصروه وصلوا واحد لازون هو الوسط وما دايرين به كاملين باسلحه وجايين بشويه 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 بشويه، تمتت الامر ديالهم منطوه داو السجن. المهم الخوت غنعاود لكم دابا القصه اللي انا كنت في السجن، جابوا السجن المدني ما يسمى بالزاكي، كان اخطر مجرم تما كاين، ماشي اخطر مجرم حيت هو كانوا عنده اش بغيت نقول لكم الاخوان، كانوا عنده جرائم بزاف لا تعد ولا تحصى، ديال الاغتصاب ديال السطو المسلح ديال القتل، يعني جرائم بزاف. يعني واحد الانسان بحال اللي قلتوا الخوت برا في مره باي باي الحريه صافي. الانسان المجرم ملي تدخل السجن هو مثلا
مقبل على حكم المؤبد صافي ما تيكونش يعني الحاجه اللي غتخليك تندمج مع السجن. وهذه عندك واحد الامال غادي تخرج، راه مول 10 سنين تيخرج، مول 20 عام تيخرج الخوت، مول 30 عام تيخرج، يعني ما تضربهاش كامله، 30 عام تضرب مثلا 16 18 ولكن تيخرج. انا شفت حالات في السجن المدني سالا شتو مخرجو، كانوا محكومين ب 20 عام. كان معي واحد الدري في الزنزانة محكوم ب 20 عام، ضرب تقريبا شي 7 الحباسات ولا 8، اين زكان الصحراء العواد وطيطا سيدي قاسم فاس تولال الصحراء، يعني تسالى بزاف ديال الحباسات، ولكن ضرب فيها 15 عام وخرج. هو ود مكناس وخرج من السجن ديال سالا. يعني اخوتي تيكون واحد الامال كاين، اما ملي تكون عندك مؤبد ومازال عندك جرائم اخرى داخل السجن، يعني ما تتبقاش تخاف، الخوف اللي تخاف راك في الحبس، ما عندكش مناش تخاف، ما تخرجش انت من الحبس. المهم استغل هاد الظرفيه اللي عنده وهاد الحكم اللي عنده بالسجن طويل، وتبارك الله كان هو ما شاء الله اللهم بارك، ما كانتش كميمه والو، تبارك الله صحيح تبارك الله، راه تقريبا 2 متر وقل شي شويه، ولكن تبارك الله صحيح. المهم الخوت كان في الحبس انسان ماشي شي واحد كما قلت لكم خطير كما برا، داخل عادي الخوت مربي واحد الحياه، كيصلي كيبيع الهواتف في النقاله، كيتاجر في المخدرات، يعني عنده واحد الامتياز على السجناء. الصباح تيخرج هو مثلا مع 7، كان تيفيق بكري كيخرج مع 7، كان في الساحه الخوت باش نوضح كاين السي مشازن باش يفهموا القصه، راه حنا تندويو في العامر ماشي من فراغ، كان في الساحه هو. المهم كانوا تيخرج هو مع 7 ونص، تيخرج مع صحاب النظافه. المهم الموظفه اللي غادي يطلقوا في الصباح تنسميهم الديموما، تيطلقوا الصباح باش غادي يدخلوا موظفه الاخرين اللي غيزاولوا النهار، تيحلوا عليه هادوك وتيخرجوا، ملي تيجيو الاخرين تلقاو خارج. المهم تيدور في هذيك الصباح تيجري شويه في هذاك الكور هادي، اصلا السجناء لا بليبار اكثريه تيصحوا ناعسين، قليل اللي تيفيقوا، تيدور مع راسو في الصباح هادي، كاين شي تيليفونات، شي واحد خاصو تيليفونات تيبيع، تيليفونات تيبيعهم خوتي بالكرطونه ديالو، كرطونه ديك الساعه كان باين واحد ليك واحد عزيز عليك، كان تيدير برا مع شي 150 درهم جوج في باك باللي شارجور ديالهم، تيتباع ب 500 درهم وسط السجن هذاك، جوج تيتباعو ب 1000 درهم. المهم وهادشي حيت هو بحكم كما قلت لكم الخوت مؤبد، وهادي تيكون واحد موظفة، وهادي تيكون واحد شوية الخوف وهادي منو. المهم هو تيبيع التليفونات هادي، واحد النهار اخوتي فين غتوقع الواقعة، واحد النهار هو باغين يرحلوه بما يسمى تنقولو الحباسة حنا ترانسفير، بغاو يرحلوه لسجن اخر، حيت نوضح للمشاهدين هما الحباس راه عارفين خوتي فيما تيكون شي سجين خطير تيبغيو تهناو منو، بحال قلتي يحيدوه من هاديك السجن، هاكو حيدناه منو، هاكو نتوما السجن اخر، يعني بحكم تيوقعو حوادث قتل بزاف ديال الحوايج تيبغيو تهناو من هاديك بحال العالة هاديك بحال واحد حجرة تقيلة عليهم، مثلا المدير ما تيخاف منه، الموظفه تيخافوا منه، تيبغيو اي وقت شي يحيدوا ديك بحال الحبوبه حاشاكم حبوبه تيبغيو يتهناو منها. المهم الخوت نهار توقع هاد الواقعه تيكونوا واحد جوج ديال الموظفه، هو تيطرا واحد الكنار باش يرحلوه لسجن اخر، هما ما بغاوش يقولوها ليه خوفا منه ولا شي حاجه، ولا يزمت مثلا الشومبر. نوضح لخوتي ما معنى يزمت الشومبر، دابا الشومبر كاين عنده داك الباب، عنده ديك الكريه عاد داك البلان ديال اخر، ديك الباب اللي فيه الكريه وفيه القطمان
تيشد داك الباب تيلويه كامل بالسلوكه بالسلوكه تيطوندا بالقنانب ودوك السنتات ديال الكاشه ومهم اي حاجه تتعلق بالخيط والقنانب تيلوي وي 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 حد داك الباب على القريه راسك تي تي تيصمطوه مع هذيك القريه بالسكوتش بكلشي يجي الموظف ما غيتحلش ليه ما يتحل ليه ما حتى شي حاجه خطره كان السجين خطير تيبدا يضرب بشي حوايج عنده الات حاده هذه ما تقدروش يوصلوا ليه المهم الخوتش هاد الموظفه شنو غادي يوقع لهم جوج تيدورو تجي تنقنقه بان غيهزو ترونسفير تيجي واحد الموظف هو بحال هكا دخل داخل الزنزانه ديالو الزنزانه محلوله تتبقى ديالو نهار كامل هو من الصباح حتى الليل دخل اول داخل ما شنو بغى يجيب شي واحد شي تليفون او حشيش او شي حاجه واحد الموظف منين بغى يخرج ضرب ليه بحال بغى يسد بحال بغى يسد الباب بحال بغى يسد الباب تيتقاتل معاه تيتقاتل معاه هو تبارك الله صحيح دفعو خرج خرج من جاي الموظف ضربو اخوتي ضربو وحده لهنا ضربو طيحو بنادم راه صحيح تبارك الله نخلي لكم اخوتي الصوره ديالو ضربو لهنا كاو بنادم طاح كاو هزو ديريكت الارجونس ما عرفش راه شنو باش تكتب لها هذاك الاخر مول الموظف بدا تيتفانت معاه هادي عنده واحد الزرواطه تيدير ليه ها 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 بقى تيتليد عليه تيتليد عليه شدو من اللور شد موس حطو ليه على عنقو هادشي راه عارفين السجناء كاملين وبعد السجناء اخوتي اللي عاينوا ديك الحادثه حيت اخوتي كما بغيت نقول لكم انا كنت نفرق الصوبه بحال كنت خدام معاهم في السجن تتلبس واحد الكوندالي بحال الحمار شي الحمار الوحشي الحمار الوحشي اخوتي داك الخطوطه بحالو كاين هاد الكوندالي تي الشورطه وفيها ديك ديالها والسروال ديالها يعني ملي تتلبسها راك معروف دوز من الاجنحه من لي كارتي الاحياء تشوفك موظف جاي راه باين لابسك الحمار الوحشي راه ديالو صافي تدخل تتبقى تسارى المهم اخوتي كما قلت لكم شد هذاك بالموس دخلو لداخل سد الزنزانه حيد لي السوار طرق على راسو موظف بقى معاه لداخل فكايا من واحد الجهه جاو هبطت لاباك ديال الفوق هبطت انا من الفوق كنت في حي جيم هبطت مع با حسين الله يرحمه ويوسع عليه من هذا المنبر هذا خوتي كان واحد الراجل اطيب خلق الله واللي خرجني الصوب مسكين ودعومتي وهادي كان تيبغي لا تعدو ولا شي حاجه يا ربي تغفر ليه وتغفر للمسلمين كافه اجمعين يا ربي من هذا النار راه بغى الرحمه مسكين في هذا النار هذا هما خوتي هبطت معاه انا من موراه غادي تيتجانا معاك صحيح تبارك الله السي حسين هبطوا كاملين الموظف هكذا ومالك بن عيسى اشنو شنو شنو عندك قال لهم نتوما شنو عندكم وما يقولوا لي حنا راه بغينا نهزوك ترونسفير هو قال لهم قولوها ليا في الاول يعني يجيني واحد البلاغ نجمع حويجاتي على خاطري نجمع الكريدي ديالي مع عند السجناء حيت هو كان كريدي السجناء بزاف وديك الساعه نمشي ما كاين حتى شي مشكل دابا نتوما من بغيتوا هذا الشيء هذا انا ما نخرجش لكم من هنايا جا طلع باك جا وكيل الملك ما بغاش يخرج لهم من تما كاين ولكن واحد السيد اللي كان عزيز عليه اللي غيطيع الامر ديالو هو سميتو الدكتور ديال السجن اللي تعطي الادويه من اطيب خلق الله داك الراجل كانت واحد العلاقه بينه وبين بن عيسى الملقب بالخنفوري كانت يعطي الادويه وهذه مثلا قرقوبي هذه باش تنعس فهمتي تتعامل مع معامله حسنه ويجي عنده قال لي شاد شي ابن عيسى وهذه هادشي راه ماشي ديالك قال لي هما شنو بغاو عندي المهم كما قلت لكم الخوت ما بغا يمثل حتى شي واحد لا لا باق لا رئيس المعقل لا وكيل الملك جا لا حتى شي حاجه المهم الخوت كما قلت لكم منين جا هاد الدكتور اللي معاه واحد العلاقة طيبة وهضر معاه وصلوا ليه واحد النتيجة قال ليه طلق الموظف وهادي الله يسهل عليك صافي كما قلت لكم عزيز عليه هو داك الدكتور ديال السجن تعطي الدواء ديال الحماق القرقوبي الى اخره هو تلقى داك الموظف تلقو كون ما جاش ربما هذاك الدكتور
بحكم المعرفة ديالي داخل السجل ليه وداك الشيء اللي تيدير اي فنيه غاي فنيه حيت هو مؤبد ما مسوقش مو مرخوتش تيطلق داك الموظف صافي تيقول تيخليوه يجمع الكريدي ديالو وبزاف ديال الفلوس بقات خاصها شي حاجه عطاها ليه رئيس المعقل ديال الفلوس جمع حويجاتو هزو ترانسفير مهم اخوتي هذه هي القصه ديالنا ديال بن عيسى الملقب بالخنفوري مهم الخوت طولت عليكم بزاف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى فيديو جديد ان شاء الله وفرجه ممتعه.